أرجو إيضاح الرد على هذه الشبهة التي يروج لها دعاة تحديد النفس، وهي قولهم أن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكسوة العيال، فلأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يسألون الناس. فما مدى صحة هذا الحديث وما الرد على هؤلاء؟ هذا قائل جمع حقا وباطلا، جمع حقا وباطلا. إياكم وكسوة العيال هذا باطل، ما لها أصل. ما قال النبي يكون كذا تعيال الله، هذا باطل منكر، هذا شيء موضوع ما له. انما قال لسعد لما قال سعد: يا رسول الله هو مريض. سعد بن وقاص رضي الله عنه، الزهري رضي الله عنه، احد العشره من الجنه، تحدث في الوداع قال: انا ذو مال هو مريض رضي الله عنه ذاك الوقت، وليس لي الا مئه واحده، هل صدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثة الغنية خير من أن تذر مالك في قبول الناس. فالنبي قال: لا، لا يصدق بأكثر من الثلث، يعني يبغي المال لورثة، ولا يصيب بأكثر من الثلث، ولا يصدقه مريض بأكثر من الثلث. وبين له أنه إذا ترك ورثة الغنية خير من تركهم عالة، يعني فقراء يستحقون الناس، يسأل الناس. هذه وصية بالإحسان إلى الذرية، وأن يبقي لهم مالا ينفعهم بعد وفاته، وليس فيه توصية بترك كثرة العيال، لا. لا، هذا منكر ولا يسأل وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام النبي وصية للناس الرجال أن يتركوا لأولادهم وذرياتهم شيئا ينفعهم من المال، ولا يصدقوا في أمراضهم، لا يصدقوا في مرضهم، ولا يوصوا بمالهم في مرضهم، وليس لهم من ذلك إلا الثلث عن مرض، وليس لهم في الوصية إلا الثلث، حتى يبقى المال للورثة والذرية ينتفعون به ويستفيدون منه، هو حتى لا يبقى الذرية عالة فقراء يحتاجون إلى سؤال الناس. هذا كلام الله.